الاضرار هذا اللي درنا لكم هذه السيمانه هذه لظروف شخصيه، ولكذلك بعض الحوايج كنا كنستغلوا الفرصه كما كنقولوا. اذا غنبداو ان شاء الله وغنديروا ليكزيرسيس النيميرو 4 باج 229. اذا غنديروا هذا التمرين هذا كيبغي شويه ديال الحساب، وقلنا القواعد راه كنديروهم في الحساب. تبعوا معنا التمرين من الاول حتى الاخر باش تفهموا التمرين مزيان وتفهموا الدرس اللي ما فهموش. اذا غنبداو على بركه الله. اون زين تيستي دي زامبول، يعني واحد لوزين كي تيستي البولات الكتريك اون اتيديون لور دوري دو في اون اور، يعني كيدرسوا مده ديال مده الحياه اللي ديال واحد البولات بالسوايع سوغ ايشيون دو ميل امبول على واحد المستوى ديال 1000 بوله. اذا هنا قالوا لنا كالكولي لا فريكونس كومولي de la classe يعني 60 في يعني بي ما بين 60 و 80. هنا يعطيونا لا دوري دو في راه 80 غيبان لكم نتوما مزيان، وهنا نومبر ديال لي زامبول. فوالا السؤال الثاني كالكولي اون اور لا مويان دي دوري دو في دي امبول. السؤال الثالث كيلي لا بورسونتاج دي زامبول كي زون اون دوري دو في موان دو 60 هور 600 هور. يعني شنو هما النسبه المئويه ديال هذوك المصابيح اللي عندهم مده ديال الحياه او اكثر اقل من 600 ساعه. هنا غوكوبي اي كومبليتي لو طابلو باغ ان استوغرام، والاستوغرام راه ما درناش هنايا حتى الاخر وغادي نديرو. اذا هنا غادي نمشيو نجبدو المعطيات ديالنا، نجيبو الطابلو ديالنا باش نخدمو المعطيات. فوالا كما كتشوفو اذا عندنا هنايا هاد الطابلو، هنا دولي دو في، وهنا عندنا النومبر ديال لي بول. اذا هاد النومبر هذا هو اللي كنكتبو حنا كنقصدو به ياش الافكتيف. اذا هو الافكتيف ديالنا، اذا الافكتيف هو 20 170 312 و 310 320. اذا هنا شنو خصنا اول حاجه نديرو باش نحسبو لا فريكونس؟ يخصنا ليفيكتيف ياش توتال. فوالا اذا ليفيكتيف توتال اشنو كيساوي؟ قلنا ليفيكتيف توتال كيساوي المجموع ديال هادو كاملين، اذا جمعناهم كيعطينا ليفيكتيف توتال. اذا ليفيكتيف توتال هو 200 زائد 170 زائد 310 زائد 320. اذا الخارج ديالنا هو الفيكتيف توتال، وغتعطينا هنايا 300 600 700 800 900 900 1000. اذا الفيكتيف توتال هو 1000. نقدو نجبدو من هنايا اولا نقدو نحددو انطلاقا من التمرين اللي هو هذا 1000 بولا هو ليفيكتيف توتال. مزيان واخ. اذا شنو هو الفريكونس؟ اشنو كنعرف على لا فريكونس؟ اذا لا فريكونس اف كتساوي لينا ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف ديال فالور على ليفيكتيف توتال. انا ما هادشي على فالور على ليفيكتيف توتال، هادو هما القواعد على ليفيكتيف توتال. كيفاش غادي نحسبوها؟ اذا هما بغاو عندنا الفريكونس يعني من 600 حتى 800. اذا جاو عند الاولاني، اذا هما بغاونا نحسبو الفريكونس في هاد المنطقه هادي. اذا حنايا غادي نجيو غير هاد المنطقه بوحديتها، عندنا ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال، غادي نحسبو الفريكونس ديالها. هي غادي نقولوا بان اف اشنو كتساوي، غادي نجيو هنا وغادي نديرو اف اللي هي لا فريكونس كتساوي لينا القيمه ديالنا اللي هي 310 مقسومه على الافكتيف توتال كامل قلنا اللي هو 1000. حنا طبقنا غير القاعده، اذا كيساوي الفريكونس شحال؟ 0.1
و30 اذا هذا فريكونس ولكن بغاو مني الفريكونس كومولي اذا خاصني نحسب ضروري الفريكونس اللي قبل منه اللي هو ديال ما بين 400 و600 لان الفريكونس كومولي كيساوي الفريكون هذا الفريكونس كومولي هو لا فالور كومولي الا بغيت نلقاها خاصني نلقى الفريكونس ديال لا بريسيدونت مع الفريكونس القديم اذا هذا الفريكونس ديال 6 واحد هنا باش نعرفوا نفرقوهم عندنا هنا 1 2 3 4 اذا نديرو هنايا الفريكونس 3 غادي نجيو الفريكونس اللي قبل منه كيساوي شحال الفريكونس قبل منه اللي هو 2 كيساوي لينا شحال كيساوي 170 على 1000 اللي كيعطيني العدد ديالي اللي هو 0.17 فوالا اذا الفريكونس كومولي فريكونس كومولي كيساوي 0.17 زائد 0.31 مقسوم على ليفيكتيف توتال اللي هو 1000 مزيانة فوالا اذا كيساوي شحال تعطينا هذيك هي عندنا 40 8 هي 0.فريكونس هذا فريكونس كومولي هو ليفيكتيف كومولي لا ما غاديش نقسمو على 100 اذا هو المجموع ديال هادو بجوج هذا هو الفريكونس كومولي اذا كيعطيني 0.8 شحال هنايا 48 اذا هذا هو لا فريكونس كومولي ما كنقسموش على 100 مزيان دابا انا غادي نمشي وغادي نحسبوا الفريكونس كومولي حنا حسبنا فريكونس كومولي في هاد لا فالور في 360 صافي دابا غادي نمشي للسؤال الثاني قال لي نحسب لا مويان ديال لا دوغي اذا لا مويان شنو هي فوالا الله يرضى عليكم المهم الحاجه اللي خرجناها غادي نكتبوها هنايا لان غادي نحتاجوها كما كتلاحظوا قلت انا ندير العطيات كامله هنايا في الطابلو ونخدم عليهم ما طلبوا لي غير هاد لاكاز اللي فيما بين 600 و800 طلبوا لي غير هذا وما طلبوا لي غير هذا ولكن انا خدمت على كل شيء باش تعودوا اذا هنايا كل حاجه كيفاش كنديروا ليها هي اللي غادي نشرح لكم دابا عندنا الفريكونس قلنا هو هذا العدد هذا هو ليفيكتيف هو لو نومبر ديال لي بول هو كيتسمى ليفيكتيف اذا الفريكونس هو ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال هو المجموع ديال هادو اللي قلنا هو 1000 هي 200 على 1000 كتعطيني 0.20 170 على 1000 كتعطيني 0.17 310 على 1000 كتعطيني 0.31 320 على 1000 كتعطيني 0.22 مزيان من مورا الفريكونس خاصنا نحسبوا الفريكونس كومولي اذا الفريكونس كومولي ديال لا فالور الاولى هو النت حيت ما عندناش شي فريكونس قبل منه الثاني في لا فالور الثاني كنديروا الاول زائد الثاني كيعطيني لا فالور هادي الثالث غنديروا الثاني زائد الثالث غيعطيني هي اللي كنقلبوا عليها في السؤال اللي قالوا لي الفريكونس كومولي لقينا هي 200 هي 0.68 صافي عقلوا عليها 0.68 هي الفريكونس كومولي ما نعرفش خرجت لنا هي هذيك خرجت لنا هي هذيك ملي حسبنا في التمرين الا عقلتو هنا الفريكونس كومولي في الاخر غيبقى لنا ديما واحد صافي فوالا غادي نجيو للسونتر دو كلاس هاد السونتر دو كلاس كي كنديروا نلقاو باش نحسبوا لا مويان خصنا السونتر دو كلاس وخصنا النومبر ديال ليفيكتيف صافي اذا لا مويان كيتسمى مويان هذا الا بغينا نحسبوه هو قلنا نومبر ليفيكتيف ديال لا فالور ما عنديش كندير نقص القواعد خاص تفهمهم مضروبين فاش في السونتر دو كلاس مقسوم على ياش ايفيكتيف توتال هادشي راه القاعده هنا زائد عاوتاني نومبر دو فالور كدا هادشي راه ما خاصنيش نكتبو ليكم نكتب لا مويان ديريكت باش تعرفوا كيفاش غنديروا كيفاش كنخرجوا كل حاجه هاد السونتر دو كلاس الا بغينا نخرجوا السونتر دو كلاس اش كنديروا كنجيو لهنايا كنديروا بان الفي محصوره عندنا ما بين اللي كنقلبوا عليها غير هذيك اللي كنقلبوا عليها ما بين 600 وما بين 800 اذا السونتر دو كلاس لو سونتر شنو قلنا كيساوي
كيساوي هو 600 زائد 800 مقسومه 800 مقسومه على جوج اللي غتعطيني 700 صافي. اذا هي اللي كتبت هنا، انا وريتكم مثال كيفاش خرجت هاد 700 هادي مزيان. اذا من بعد ما كنحدو 700 خصنا هاد النقط ضروري غادي نمشيو غادي نحسبوا لا موين. اذا لا موين كيساوي هو سونط هو هذا غير زدنا هاد لا كولون حنا غير زدناه كيساوي هو نومبر ديال لي زيبول هو لي فيكتيف يعني العدد ديال البولات مضروب في النومبر دو كلاس باش كنعطيو هاد لو برودوي اللي كيخرج لنا لو برودوي. يعني لو برودوي غادي يساوي لينا النومبر ديال لي فيكتيف مضروب باردون مضروب فاش في لو سونتر دو كلاس. يعني بالنسبه لهاد هاد المويان اللي كندرسوه ديال لي زيبول كاملين يعني راه غادي نجمعو حنا لي برودوي كاملين وغادي نقسمهم على الفيكتيف توتال. اذا باش نجمعو لي برودوي كاملين غادي نجيو غادي نديرو مويان كيساوي نحسبو مباشره. اذا لا مويان كيساوي 6000 زائد 8500 على 85000 زائد 217000 زائد 288000 وغادي نقسمو على الفيكتيف توتال ديالنا اللي لقينا اللي هو 1000 مزيان. اذا نجمعو ولا مويان اذا لا موين كتساوي نعطيو لا ريزولتا هي 650000 على 1000 غادي نختزلو بثلاثه ديال الاصفار وتبقى لينا لا موين ديال دوري دفي اللي هو 650 ساعه هو دوري دفي ديال لي زيب ديال البول. اذا البورسونتاج كالكولي البورسونتاج ديال النفس ديال 600 الطابلو السؤال الثاني كالكولي البورسونتاج وكوبي طابلو. اذا هذا لو بورسونتاج ديما ديال 600 كنشدو الفريكونس وكنقسمو على 100 صافي. يعني الفريكونس وكن البورسونتاج الفريكونس كنديرو له في 100 كنضربو في 100. اذا هنايا الفريكونس ديال 600 قالوا لينا هنايا كيلي لو بورسونتاج دي زيبول كي زون لا دوري دو في 600. اذا هنايا لا دوري دو في ديالهم 650 اذا هنايا لتحت غادي يكون قبل منهم لا دوري دو في 600 فوالا. اذا قلنا هنا عندنا 600 كما كتلاحظ هنا شوفوا لاحظوا واحد الملاحظه عندي هنايا ياش ستريكتومون يعني 600 ما كايناش 600 الفوق هنايا انفيريور او ايغال يعني قد يكون كيساوي 600. اذا انا غادي نخدم بهاد لا فالور يعني البورسونتاج البورسونتاج ديالي اذا شحال كيساوي وقلنا هو 0.31 غادي نضربوه في 100 اذا كيساوي لينا هو 31 ونديروا ليه الشعار ديالنا في 100 اذا 31 في 100. اذا غنمشي للطابلو الثاني وغادي نخرج لو سونتر دو كلاس. اذا الطابلو الثاني باش نخرجوا لو سونتر دو كلاس قلنا هو المجموع ديال القيمتين مقسوم على جوج اذا هو 200 نزيدو عليها 400 وكل شيء كنقسموه على جوج اذا الخارج يعطيني 3. نفس القضيه هنايا 400 زائد 600 2 ديفيزي باغ 2 واللي كتعطينا 500 حيت 1000 على 2 هي 500 فوالا. هنايا 600 بلس 800 2 ديفيزي باغ 2 اللي كيعطينا شحال عندنا 800 هي 700 700 هي كتعطيني 700 و ديغنييغمون غنلقى 800 نفس الطريقة هكا باش كنقلب على لو سونتر زائد 1000 ديفيزي باغ 2 وكتعطينا نفسه. اذا حنا لقينا
لقينا لو سونتر دو كلاس، قالوا لنا اون بروندر كرو كوبي كومبليتي لو طابلو، اون بروندرا 1 سنتيمتر كيمثلنا 100 ساعه، و 1 سنتيمتر كيمثلنا 100 بوله. اذا نرسموا المنحنى ديالنا. اذا كما كتشوفوا هنا دو لي دو في، وعندنا هنا نومبر دو بول. اذا هنا دو لي دو في كتكون عندنا من 200 ل 400. اذا هنا 200 400 شحال لقينا النومبر دو كلاس ديالها؟ لقينا 3. اذا هنايا قلنا كل سنتيمتر كيمثلنا 100، اذا هنا غتكون 100 200 300 400، وحنا غاديين طالعين 500 600 700 800 900 1000. وهذا هو العدد الكلي ديال هاد البولات. اذا باش ترسموا الطابلو مزيان ركزوا معايا، كنجيو ما بين 200 ما بين 200 و 400 شحال عندنا؟ قلنا 300. اذا كنجي لهنا 300، كندير واحد الخط باراليل وكندير بحال هكا، يعني هذا اللي انا غنديرو بالالوان هكا بلا ما نعاود نرسمو، نتوما رسموه مزيان. اذا ما بين 200 و 400 هاد لو كلاس كيعطيني شحال؟ 300. ماشي، دابا غنبدل الكولور عاوتاني. وما بين 400 حتى 600 كيعطينا شحال قلنا؟ 500. فوالا غادي يطلع هذا حتى 500 بحال هكا، نيشان مع 500. ها هي جاية نقاط نيشان معها بحال هكا. المهم انا درت لكم الشكل تقريبي، غير نتوما عاودوا رسموا الشكل مزيان. اذا هذا ثاني انا بدلو عاوتاني، غنجيو للوراء ما بين 600 و 800 قلنا كاين كيعطينا 700. اذا ها هي 700 غادي تجي مستقيم بحال هكا، وهذا يطلع عاوتاني هكا لاصق عليه، وغادي يمشي حتى 800، وهذا يهبط نيشان. اذا هذا هو الكلاس الثالث واخر كلاس ما بين 800 و 1000، وغنديروا ليه كولور حتى هو 800 و 1000 كيعطيني شحال؟ قلنا 900. فوالا ها هو 900. ديروا مستقيم باراليل لهذا المستقيم، يعني موازي معاه، اذا بحال هكا تقريبا. اذا هذا هو الدياغرام ديالنا. تمرين سهل والتمرين كيكون فيه شويه طوال. اذا خليتكم على خير، ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.